يدي خليك لي افهم والله يا اخوي انا قبلك لا تبارك الله الاتصالات خالقه والناس صار كامله كلها واقف مع رواق يجوا ولا تبخلوا شي طول اعماركم ان شاء الله لا سبه ظاهره ولا سبه باطنه ما دبرتوها عرفوا عندي روايه قضيه مصيريه وانا درك زايد اللي عندي من الادراك ولا نعرف زين لين عدل ولا قبالي تنسيون كنت اصلا لاني نشرب لها كنكريبات قطعه لاني نشربها تطلع شي ما هو طبيعي والله لا يفرج عنا وعن المسلمين ان شاء الله لا ان شاء الله نبقى في بلد الو وي اكسلنس والله اكسلنس ما لا لا بتوحشكم وتوه لا اكسلنس يخليك لي الواعر لا وصيتكم عليه المهم انا نبقى فهم لكن دور انتم انا لا تحت خدمتكم لا انا الحم وانتم الموس المهم انا لا نبقى فهم يخليك لي على اني ذي البلاصه مصيريه عندي منين نمشي عنها عرفوا عني ما قد يفيض شيء بعقلي عرفوا عني لا بساوي معها عمري طول عمري والله الا نبكي مصابني انا نايم كيلو منهم انتم خليكم لنا ان شاء الله ولا خليك ان شاء الله اعرف عني البلاصه قادي معها عمر يا ثم ما دم قلت سكنوا راشد يبقيكم بداخلك والله تعرف انا عاطفي وهذه المرحله متينه والله والله يطول عمركم ان شاء الله يا رب يخلينا يا مولانا الو السيد النايب نايب خليك لي انا نبقي نجيك نبقي نجيك بعد تعرفني لا ايدك هاي لا ايدك ذي ما قالش نقد نعدل ما وشي تبقون انتم خليكم لنا ان شاء الله يعملنا انتم حاسين بيكم احنا صوتنا انتم وقيمتنا انتم واللي رافعنا انتم قال تسمع عنا لا شي من الاعداء يبقوا خسروا بينا معاكم احنا ما قدرنا نمشوا معاك اللي دور انتم الاداره من دونكم انتم بلا معنى انتم القانون ونحن وفر يمشي علينا والله صرتك وصلت يا نين قلت لي انك مفقع لي بدو مدموعي سريحه من البهره حاول ارقد وخالدني تيت قدر يلقى حد بالجماعه بيدي لا لقيتوني انتم مفقعين علي عذبتي راضين علي الله يعطيكم طول العمر ان شاء الله الله يكبر مقامكم عند مولانا رأيني جايكم حالا يجازيكم الأحسان لعلكم توما ماكم لا تنفقوا علي قاع لعلك لا تكبرت كرش منكم قرشه والوزارة لا تحت يدكم لكن لا تقولوا فيها أوامركم مطاعة عرفوا عني لا فوتر ديسبوزيون فهمتوا والله والله يا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا مولانا يا مولانا يا حول ولا قوة إلا بالله حتى الفلسطينيات كانوا يمروا شنو الصدقات أما سينا لا منقطع عن رحم مساعدي عدت هنا ذي المؤسسة وصاحب المعالي قطعت الأقارب وقطعت ذفر ألو مريم فهد خليك لي إن شاء الله سمعي لي نقول لك يالتك مباشرة تقومي قايسة خالاتنا كاملين وتنفعين كلهم تجيبي الأربع من مارو وتجيبي الأربع من السكر وديري لها في بطة من قولها لي بر باللي بيها الدم بيننا معاهم ما انا ما نبكي تبارك الله لا بي الفرح بي اللي نعرف ان شاء الله ولا نرجع البلي في تبارك الله لا دموع الفرح والله بمناسبة شهر رمضان الكريم خلصوا عن طريق بنكيلي واستفادوا من خصم يوصل 20% على مشترياتكم في المحلات والمجمعات الشريكة مع بنكيلي محل التمور تمراتي مجمع خيرات الشام مطعم حضرموت تايم سكوير ماركت مخبز أوبرا محلات البديل مجمع موري سانتر واحد مجمع موري سانتر اثنين المجزرة الكبرى عقيل مجمع هاشفنتكار مجمع لبومبري مجمع بام مجمع الفضل مجمع جواهر كارفور الكبير مجمع الجوهرة توجوني مجمع سكاي ريم مجمع بان بلان كيف ان عدنا نقدم السوق ممكن هذا السوق تفضلي بانكي لي بانكي فيدي لأن راحتكم هي غايتنا مفروشات المراكش توفر لكم أجود وأحدث موديلات الأثاث المنزلي ذات جودة عالية أرقى الموديلات
مواكبة للعصر الحديث، أفضل الأسعار وأقوى عروض مناسبة للجميع. مفروشات المراكشي، راحة وتميز، ذوق وأناقة، أصالة وجمال. مفروشات المراكشي، خيارك المناسب. ايوه نقلعو كاملين، سلمي واجهة. ايوه قلت لك صاحبنا، احنا صاحبنا علي طار. ما سمعته؟ ما طار الواجهة يا اخو. انت ما طرت ما طر، غلبني انت فلك وتعطيني خبر صار. احنا ما تلفينا ما تقول فيه الخبر زين، قولي باطل ماشي لك اس ام اس. لا تنشر عليا، خليك ذي كافي من دي والي واقع النظر انك ما يتبع لك حد دار فرشة ما هنت. ايوا سمعتك ودا ربنا طار بيضغط يا هذا ما هذا معدل الخابط رجل يقوع خرج بهون جاهل بيديك ذيك مقعد حالف عنه ما يدر. أو ماري قلت انا طعني بعد هنا واطول حد قلت حصان هنا الراجل ما يمشي ولا معدل شغلوش. ها دو 4 سنوات ثلاث لا بدار بعد من عدل الحل. انت شو ما سعنك هاي زين او شو اني خطاب بصينك منهم عدل الوالدات طيروا بيا راجل. ها كرام بيك بصينك منهم ايه عدل لي اي الوالدات طيروا بيا صاحي معي وفا يا اوكي يا غاز اسمع عرف شراسك وان شاء الله تعالى دور لو نعرف شراسك.